وبالعودة إلى مأرب، لكن هذه المرة إنسانيا، ينضم معنا السيد خالد الشجني مدير إدارة المخيمات بالوحدة التنفيذية في مأرب. أهلا وسهلا بك سيد خالد الشجني. إذا ضعنا في جهود تطبيع الأوضاع ابتداء في حريب. مرحبا بك أخي الكريم وكذلك أخوة الحضور والسادة المشاهدين. فيما يخص موضوع مديرية حريب بعد أن تم تحريرها بعد من قامت الميليشيات تعمل مديرية في سبتمبر من العام الماضي، طبعا قامت السلطة المحلية مثلا بالأخ المحافظة بتشكيل لجان وفرق من المكاتب الرسمية والسادة الوكلاء، وقامت الفرق بالنزول إلى مديرية حريب والاطلاع على أهم الاحتياجات للمديرية وكذلك إعادة توفير الخدمات والمشاريع الإنسانية ودعم الجوانب الخدمية والإنسانية في داخل المديرية. نعم. الجهود بدأت والوضع الإنساني في المديرية صراحة متدهور، خاصة بعد خروج الميليشيات واحتياج الناس إلى أبسط الاحتياجات الأساسية. كانت في المديرية قبل اقتحام الميليشيات في مشاريع بدأت تشتغل في المديرية والمنظمات بدأت في العمل بداخل المديرية، إلا أن كل شيء توقف بعد اقتحامها من قبل الميليشيات. نعم. الوضع حاليا الوضع متحرك جدا، والسلطة المحلية بذلت جهود كبيرة وكذلك الوحدة التنفيذية يعني في جهود كبيرة للموضوع إعادة النازحين الذين خرجوا من المديرية إلى داخلها وكذلك إعادة تطبيع الحياة العامة. نعم. طيب، هل هنالك أي تدخلات أممية وانضمامها إلى جهود السلطة المحلية؟ صراحة إلى هذه اللحظة بحد علمي لا يوجد أي شيء في التدخلات الأممية، سواء في بعض المؤسسات والمحلية والجمعيات قامت بتقديم بعض الأدوية وبعض المستلزمات. يعني لازم طبعا أطلقنا نداء في يوم الأربعاء، نداء إنساني عاجل إلى جميع المنظمات، تم إرسال لجميع الشركاء العمل الإنساني في داخل اليمن وخارج اليمن، والموضوع الذي هو أنه يتواجد أكثر من 16 ألف أسرة وأنهم محتاجين إلى خدمات أساسية تحفظ لهم بقائهم على قيد الحياة، ولا يوجد أي تجاوب إلى هذه اللحظة يعني بشكل كبير، إلا أنه في تجاوبات بسيطة. وتواجهنا المشكلة الكبيرة هو أن تم تلغيم أو يعني زرع بوة ناسفة وألغام في الطرق والمدارس وفي الشوارع حتى في المزارع، هذا يعرقل كثير وصول الخدمات الإنسانية. يوجد طريق من جهة مأرب صافر، الطريق شوية وعر، إلا أنه يعني المفتوح حاليا. خالد الشجني مدير إدارة المخيمات بالوحدة التنفيذية بمأرب، كل الشكر لك.